السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ نتكلم عن الري زي ما اتكلمنا عن السترينج والميثود بتاعته. هنتكلم برضو بإذن الله عن الري والميثود بتاعته. في الفيديو ده هنعرف إن شاء الله يعني إيه الري وبيتكتب إزاي. تمام جدا، هنروح على السكريبت. أول حاجة الأري معناه هو حاجة بخزن فيها كذا فاليو، مكان بخزن فيه كذا فاليو. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي متغير مثلا عايز أعمل حاجة احط فيها اسماء الطلاب مثلا اللي عندي، هعمل مثلا وليكن عندي مثلا 10 طلاب، خلاص هعمل متغير مثلا نيم 1 بيساوي مثلا احمد، وبعد كده هعمل متغير تاني نيم 2 بيساوي مثلا ياسر، او احطهم كلهم في متغير واحد ايا كان. يعني الفكرة ان انا بعمل يعني متغير تاني ومتغير تالت، واعمل متغير رابع ومتغير خامس وهكذا. هل ده صح؟ يعني لو عندي 10 هعمل 10 متغيرات. طب لو فرضنا عندي 200 هعمل 200 متغير؟ لا طبعا. فأفضل حاجة استخدمها الأري. الأري زي ما قلنا هو حاجة بخزن فيها كذا فاليو. بدل ما أعمل كده بقى ممكن أقول إيه؟ var مثلا sheet مثلا اللي هو اللي هخزن فيه الأسماء sheet names بيساوي، وأعمل بقى الأري بتوعي. بكتب كده الأري، أفتح البراكت وأقفله. اكتب بقى انت عندك بقى اسماء يجي 10 15، اكتبهم كلهم هنا. وليكن احمد كوما، الاسم الثاني ياسر كوما سيد، اي اسماء بقى انت عايزها خزنهم كلهم هنا في متغير واحد فقط اللي هو ده. لو جينا شفنا النوعه تايب اوف زي ما عرفنا عملناها قبل كده في الدروس الاولى خالص، اقول له التايب اوف الشيت نيم. مين يقول بقى الشيت نيم ده نوعه ايه؟ اوبجكت. احنا قلنا الاوبجكت ليه نوعين، اوبجكت واري. لو حد مش فاكر المعلومه دي يروح يشوفها في الفيديوهات اللي فوق باذن الله. هروح اهو اعمل ريفرش، هيقول لي نوعه اوبجكت. تمام جدا جدا. طيب حلو، انا عايز بقى كده، انا عرفت ايه؟ عرفت الاري بتاعي بالشكل ده. هل عندي طريقه تانية؟ انت ممكن تكتبه كده بالطريقه دي اللي هو كده، وبعد كده كوما كده وكوما كده وكده زي ما انت عايز تعرفه بالطريقه دي، او بالطريقه دي هي بعد اخر حاجه ما بكتبش كوما، عشان ده اخر متغير عندي، ده اخر قصدي عنصر عندي، فما بكتبش كوما بعديه اخر فاليو. طيب حلو، ها انهي طريقه افضل؟ قال لي اي طريقه انت براحتك، انت زي ما تحب، بس يفضل يعني الطريقه الاولى اللي هي دي، سطر واحد يعني بدل ما اشغل كذا سطر. جميل جدا. هل في طريقه تانية؟ في طريقه تانية. ايه هي؟ ان انا اعرف اري فاضي، اعرف الري فاضي، او قبل ما اعرف الري فاضي انا ازاي اوصل لاي عنصر من دول؟ عن طريق اللي هو احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو اقول له شيت نيم اوف زيرو، ده العنصر الاول. الري مترقم من صفر، بادئ الاندكس بتاعه من صفر، ده صفر ده واحد ده اتنين، طب كم عنصر؟ هما 3 عناصر. يعني اقول له alert مثلا او document دوت رايت يكتب لي الشيت نيم اوف زيرو، اروح اشوف كده ريفرش عجب لي احمد فعلا. طب اقول له واحد كده انا باكسس العناصر، كتب لي ياسر، اقول له اتنين يكتب لي سيد. جميل جدا. طيب ايه بقى الطريقه اللي قلنا عليها ان انا ممكن اكتبها بالاري تاني؟ يعني طريقه تانية اللي كتبت الاري، ان انت ممكن تعمل كده، تعرف الفاريبل وتعمل اري فاضي تاكسسه انت بقى. ازاي؟ تقعد تكتب كده شيت نيمز اوف زيرو بيساوي مثلا احمد، شيت names of مثلا واحد بيساوي ياسر، نفس الكلام بالظبط. بس انت برضه هتقعد كده كتير؟ لا، فتعرفهم في افضل برضه كلهم هنا. يعني الطريقه الافضل والمثلى زي ما بيقولوا هي تعرفها في الكواس هنا كده. جميل جدا. طب لو قلت له مثلا document dot write array ده هيطلع لي ايه؟ document dot write الاري ده اللي هو اسمه sheet name، هسيف واعمل ريفرش، جاب لي فعلا احمد وياسر. تمام جدا. يبقى دي ال3 طرق اللي بعرف بيها الاري بتوعي. طيب حلو، وليكن هنعمل كده سريعا احمد وياسر، ونقول له طول الاري ده كام؟ هقول له document dot write طول الاري ده، dot write طبعا طول الاري ده كام، فاقول له sheet name dot length البروبرتي اللي اسمها length، هيقول لي ده طوله 2، ازود واحد هنا وليكن اهو كوما، عندي كده ادي 1 2 3 4 ريفرش 4. تمام جدا جدا. يبقى احنا عرفنا في الفيديو ده يعني ايه array
وبستخدمه امتى؟ لو عايز اخزن كذا متغير كتير قوي فاعملها في اري. كام طريقه للكتابه قلنا الثلاثه، واللينس اللي هو يجيب لي طول الى الري بتاعي. تمام جدا. اخر معلومه بقى اللي هي، هل ينفع اكسس الاري يعني كده؟ اقول مثلا انا اخزن مثلا كده اللي هو اول متغير خالص، اقول له sheet name of مثلا احمد بيساوي ياسر، نكرر دي sheet of مثلا ابراهيم او اي متغير يعني اي اسم، وليكن اكس واحد وهنا اكس اتنين وهنا اكس تلاتة مثلا، وهنا ياسر وهنا احمد وهنا طارق مثلا. هل ده يفضل ان انا اكسس بيه الاسماء يعني اقول له بدل الارقام؟ لا، ما يفضلش في الجافا سكريبت، لازم تستخدم ارقام، يفضل ارقام. طيب دي اسمها اسوشيتيف اري. يعني لو قلت له كده اليرت اللي هو الشيت نيم اوف اكس واحد، هيطلع لي عادي، اللي هيطلع لي ياسر اهو، هيطلع لي اليرت لياسر عادي. لكن ما يفضلش ان انا اعمل الاكسسه كده او املى الاندكس بتاعي يكون كاركتر حروف، لا ما يفضلش، يفضل ارقام. تمام جدا. أتمنى يكون الفيديو ده واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.